أهلا وسهلا. في هذه الحلقة سأتحدث عن سيرة محمد بن نونة وكيف كان العقل المدبر لأحداث دار أبو عزة 1973 عبر 5 ديال النقاط أساسية. النقطة الأولى أهمية الرجل، واش كان محمد بن نونة يعني يستحق أننا نهضر عليه. تأتي أهمية هذا الرجل محمد بن نونة أو محمود بن نونة كاسم حركي باعتباره المناضل الذي قاد الجناح أو التنظيم العسكري لأسير بطبيعة الحال لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية داخل المغرب وبالخارج ما بين 1965 إلى 1973. أهمية الرجل كذلك تأتي من قدرته على التخطيط والتنفيذ لأحداث دار أبو عزة ورفقة عمر دهكون، كذلك أنه يمثل عينة من المناضلين آمنوا بالفكر الثوري وبالعمليات الثورية، ثم كذلك أن الرجل يمثل رد الفعل على عمليات الاعتقال التي قادها الحسن الثاني في صفوف حزب الاتحاد الوطني وفي صفوف القوى التقدمية، ثم أنه يمثل حجم المواجهة والخسارات بين النظام والأحزاب التقدمية والحركات التقدمية في المغرب في سنوات الستينات وبداية السبعينات، كما أنه في نقطة أخيرة يمثل حجم العنف بين الطرفين الفعل ورد الفعل. ولكن في النقطة الثانية، من هو ولا شكون هو محمد بن نونة؟ محمد بن نونة هو من مواليد 1938 بالرباط، من عائلة متوسطة، كمل قرايته حتى خذ الباك ثم سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسته في مجال الهندسة، ثم تخرج مهندسا ما بين 1960-1965. قبل ذلك بسنوات كان يعني منضما إلى شبيبة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ولكن لماذا تغير موقف الرجل محمد بن نونة وأصبح أكثر راديكالية وأصبح يؤمن بالعنف الثوري وكذلك يؤمن بالثورة؟ بطبيعة الحال هناك مجموعة من الأسباب. أول هذه الأسباب حجم المحاكمات الكبيرة ما بين 1959 و1965، اعتقالات في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم الحدث الأبرز اغتيال المهدي بن بركة كرمز وطني وتقدمي وما يمثله في نظر محمد بن نونة. على المستوى النفسي، التأثر بغطرسة المستعمر، وكذلك كان التمني أن يعيش يعني على باب على أبواب الحرية في مغرب الاستقلال بعد 1956، ثم أن العيش ديالو والاستقرار بألمانيا والمقارنة بين أجواء الحرية والديمقراطية بألمانيا وأجواء القمع بالمغرب دفعته لتبني الخيار الثوري. النقطة الثالثة، محمد بن نونة ما بين 1966 و1973، وهذا هو مربط الفرس، ماذا يمثل الرجل في هذه الحقبة؟ نظرا لتكوينه الأكاديمي الممتاز والعالي، ثانيا قدرته على الخوض في النقاشات والتحاليل السياسية، وكذلك قراءته للأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية في المغرب، وكذلك القدرة على التعبئة وعلى التنظيم والقدرة على التواصل، وكذلك الذكاء والتصميم والعزيمة القوية والإيمان بالمبادئ الراسخة لديه، الاشتراكية والتحررية والتحرر، وكذلك الفكر الثوري، ثم الخوض
في السجالات الماركسية أو الأدبيات الماركسية ومفهوم الدولة وما إلى ذلك والعدالة الاجتماعية وأمر آخر أساسي هو الاستقرار بألمانيا والتفتح على مجموعة من المظاهر ديال الحرية وديال الديمقراطية لم يكن ليراها بالمغرب تتحقق أمام أعينه بألمانيا. هذه المعطيات كاملة منحت الرجل محمد بن نونة مكانة أساسية وقوية داخل صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وداخل الجناح العسكري والسياسي لهذا الحزب، ويعني نقطة أنه مثل نقطة وصلة وصل بين مناضلي الداخل والخارج، ثم أنه إشرافه على القيام بمجموعة من التدريب العسكرية وكذلك التأطيرية بكل من الجزائر وسوريا وليبيا وفرنسا وكذلك ألمانيا. النقطة الرابعة بداية التخطيط للتنظيم السري والمواجهة مع النظام. اجتماع وهران بالجزائر ولقاء قادة المجموعات المسلحة بالمغرب أبرزهم بارو مبارك بوشعكوك وكذلك القرشي وأسكور وهوشيمين. هذه المجموعة اتفقت على بداية يعني العمل أو التنظيم العسكري بالمغرب، وأن وقت الثورة قد حان ويجب يعني الإسراع في هذه الخطوات. إذن ما هي هذه الأحداث وكيف تسارعت وتيرة هذه الأحداث؟ يناير 1973 دخول 4 سيارات من التراب الجزائري إلى المغرب محملة بالأسلحة بعتاد الأسلحة و16 رجلا من التنظيم المسلح لهذه المجموعات، ثم الالتحاق بعناصر الداخل والتوزع إلى 4 مجموعات والبقاء في حالة سكون وكمون ما بين 25 يناير إلى 3 مارس ما بين 1973 25 يناير إلى 3 مارس 1973 ما بين منطقة قلميمة وفيقيك. النقطة الخامسة في هذه الحلقة بداية الهجوم على مركز ضرب عزة 3 مارس 1973، ثم تضارب المواقف مواقف المجموعات المسلحة والتنظيم العسكري السري وهذه المجموعات الأربع تضارب المواقف ديالها. مجموعة محمد بن نونة تتخذ بعض الكهوف ملجأ لها، ثم محاولة مساعدة باقي المجموعات، ثم محمد بن نونة يرسل وهنا نقطة مفصلية يرسل حدو أمهرير للبحث عن الأسلحة. حدو أمهرير هذا الرجل بين قوسين سيتجه صوب مساعد قائد السلطة بأملاكه ويعترف بأن المجموعة أرسلته لقتله ويدله على مكان المجموعة بمنزل المقدم عدي أشان. 5 مارس 1973 القوات الأمنية تحاصر منزل عدي أشان وبداية إطلاق النار بين مجموعة محمد بن نونة والقوات الأمنية. بعد تعزز القوات الأمنية بطائرات مروحية وبعدد من العساكر وتجدد إطلاق النار للمرة الثانية، يتمركز محمد بن نونة وسليمان العلوي خارج المنزل. بعد ساعة رصاصة تردي محمد بن نونة قتيلا، ثم أن سليمان العلوي سيسحبه إلى الداخل، ودقائق بعد ذلك سيتلقى هذا الرجل سليمان العلوي يعني سيلقى حتفه برصاصة قاتلة هو الآخر وسيبقى جثة هامدة، بينما الرجل الثالث فريكس بقي وحيدا
إلى أن نفدت الذخيرة منه ويتم إلقاء القبض عليه بمنزل هذا الرجل. بعد ذلك يعني ستتم المطاردات في هذه المناطق الجبلية، مناطق الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، لمدة ديال 6 أشهر. وفي يونيو 1973 ستبدأ من محاكمة شهيرة من المحكمة العسكرية بالقنيطرة بمحاكمة عناصر التنظيم السري وعلى رأسهم من طبيعة الحال عمر دهكون. هذه هي يعني المجمل السيرة الذاتية لمحمد بن نونة، كيف خطط وكيف أن هذا التخطيط فشل فشلا ذريعا، أو كما سميت بالثورة المغدورة، أو الثورة التي لم تكتمل، أو الثورة التي ماتت في ميلادها أو في بدايتها. نأتي على نهاية هذه الحلقة، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة بالاشتراك وبالتفاعل. دمتم في رعاية الله، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.